بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، نستكمل مسيرتنا مع الخشوع في الصلاة، ننتهي إن شاء الله من هذه الرسالة الليلة، على أن يكون الغد لقاء خاص عن رمضان وروح الصيام، وسنوفر لكم الرسالة الثالثة التي سنتدارسها إن شاء الله غدا بعد صلاة المغرب. لقاء الغد يكون لقاء مهما إن شاء الله تعالى، غدا بعد صلاة المغرب. توقفنا عند معنى الشهادتين في التحيات، يقول: ثم اشهد شهادة الحق التي بنيت عليها الصلاة. والصلاة حق من حقوقها، شهادة الحق اللي هي شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول: والصلاة حق من حقوقها، اللي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أني رسول الله وإيه ويقيم الصلاة، فمن حقوقها إقامة الصلاة. ولا تنفعك إلا بقرينتها، وهي الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وختمت بها الصلاة. يعني أنت عندما تتشهد تختم التشهد بقولك: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الذي يسمى التشهد. ثم بعد التشهد تأتي الصلاة على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمها؟ التشهد الأخير هل ركن أم واجب أم مستحب؟ ها؟ واجبة، مستحب. يقول: كما قال عبد الله بن مسعود: فإذا قلت ذلك، يعني إذا انتهيت إلى الشهادة، فقد قضيت صلاتك، فإن شئت فقم وإن شئت فاجلس. يبقى كأنه يشير إلى الوجوب ولا الاستحباب ولا الركنية؟ ها؟ الاستحباب. يقول: فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك، فإن شئت فقم وإن شئت فاجلس. وهذا الكلام يعني إما أن يحمل على انقضائها إذا فرغ منه حقيقة، قضيت صلاتك معناها إيه؟ كأنه يريد انتهيت، فرغ منها حقيقة كما يذهب إلى ذلك الكوفيون، أو على مقاربة انقضائها ومشارفته كما يقول أهل الحجاز وغيرهم. وعلى التقديرين فجعلت شهادة الحق خاتمة الصلاة، كما شرع أن تكون هي خاتمة الحياة، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك في الوضوء يختم بالشهادتين. الخلاف في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. الجمهور على عدم الوجوب، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وغيره. الجمهور على عدم الوجوب، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وغيره. وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلى الوجوب. وغيرهم إلى الوجوب، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. قالوا: هنا أمر، والأمر يقتضي الإيه؟ الوجوب. ثم الأمر بالصلاة عليه عامة: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا: فلا يتوجه أن يكون هذا واجبا في غير الصلاة، إذن فهو يتجه إلى الوجوب، يتجه إلى الصلاة عليه في الصلاة. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، ارجع لكتاب نيل الأوطار. ذهب الشيخ العثيمين رحمه الله
إلى أنها سنة وليست واجبة. الشيخ العثيمين رحمه الله قال هي سنة وليست واجبة. ولعل أصحاب القول بالوجوب لهم دليل في ذلك، يعني من أخذ بأنها واجبة فليس له أن يتركها، لأنه لو تركها عمدا فقد بطلت صلاته إلا أن يجبرها بالسهو، لأن ترك الواجب سهوا يجبر بالسهو، أما تركه عمدا فيبطل الصلاة. ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة، أما ترك الواجب سهوا يجبر بالإيه؟ بالسهو. يقول وارفع السبابة وأنت تتشهد واستشعر بذلك أنك تختم صلاتك، أنك تختم صلاتك بخنق شيطانك وعصر أضلاعه وقهره بسبابة التوحيد. هذه التعبيرات ليس عليها دليل. الذي ورد في السنة قوله صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة. أما أنه خنق للشيطان وعصر لأضلاعه، والله أعلم وأعلم، لا أعلم في ذلك دليلا. الذي يعلم دليلا يخبرنا به. وكان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه وأتبعها بصره، يعني الإشارة بالأصبع أيضا فيها خلاف بين العلماء، هل يشير من أول التشهد إلى آخره أم يحركها من أول التشهد إلى آخره أم يحركها فقط عند الشهادتين؟ الأمر فيها واسع إن شاء الله تعالى، لكن السنة أن يشير بالسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهي أشد على الشيطان من الحديد، سواء كانت الإشارة حركة أو الإشارة تثبيت لها، لكن السنة ليس أن يضعها على فخذيه ولكن يشير. ثم استمر في هجومك على شيطانك وإلحاق الأذى به عن طريق ذكر اسم أكثر الخلق إغاظة له وانتصارا عليه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوسل إلى الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أعظم الوسائل بين يدي الدعاء وخير تمهيد لإجابته. وقد جعل الدعاء آخر الصلاة كخير ختام، يعني بالدعاء الاستعاذة بالله عز وجل من الأربع كما سيأتي، وصل على آل محمد صلى الله عليه وسلم لكي تقر عين نبيك صلى الله عليه وسلم بإكرام أهله والصلاة عليهم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، والأنبياء كلهم بعد إبراهيم هم من آل إبراهيم. لذلك كان المطلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء بعد إبراهيم وعلى آلهم وأتباعهم المؤمنين. ولهذا كانت هذه الصيغة من الصلاة أكمل وأفضل ما يصلى به على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إنسان يريد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقول اللهم صل على محمد، ولكن أكمل الصيغ أن يقول هذه الصيغة التي وردت بعد التشهد، وبارك على محمد، أي أدم وثبت ما أعطيت له من التشريف والكرامة. وأصله بارك، أصله من برك البعير، إذا ناخ في موضعه ولزمه، يعني لزم الموضع البعير، وتطلق البركة على الزيادة، ومعناها في الأصح أي بارك في رسالته التي جاء بها، فهو وإن فارقنا بروحه إلا أن تعاليمه خالدة، وبركتها عمومها وانتشاره. وآل محمد صلى الله عليه وسلم كل من اقتفى الأثر ونهل من النبع، نهل يعني أخذ واستقى. ومعنى البركة نأخذه من شيخ الإسلام سفيان ابن عيينة حينما يفسر قوله تعالى وجعلني مباركا، يقول أي معلما للخير، وهذا يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه. وقال وهيب بن الورد وجعلني مباركا، أي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فهل نلت من هذا العلم وتعليمه شيئا؟ وهل دعوت غيرك إلى الخير؟ وهل دللت على الحق أم سكت وتواريت؟ هل نالك من بركة هذا الدعاء شيء أم لم يسمعه الله منك من الأساس؟ راجع نفسك وفكر جيدا قبل أن تسلم، لتنطلق بعد التسليم هاديا وإلى الله داعيا آمرا ناهيا. إنك حميد، حميد أي مستحق لجميع المحامد، حميد بمعنى محمود، كما يقال قتيل بمعنى مقتول، يعني مستحق لجميع المحامد على ذاته وصفاته وأفعاله، فلا يستحق الحمد إلا هو. وهو كذلك محمود على كل الأحوال في السراء والضراء والشدة والرخاء، لأنه حكيم
لا يجري في أفعاله غلط ولا يعتريه خطأ. حميد أيضا بمعنى حامد لذاته وأوليائه. حامد لذاته أي أنه حمد نفسه، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض لآخره، فهو حمد نفسه. حامد لأوليائه يعني مدحهم والثناء عليهم وإكرامهم. مجيد هو المتصف بالمجد، والمجد هو كمال الشرف والكرم والرفعة والصفات، وإذا قارن شرف الذات حسن الفعال سمي مجدا. إذا قارن يعني كان هذا مع هذا، يعني كان سويا. إذا قارن شرف الذات حسن الفعال سمي مجدا، يعني شريف في ذاته وأوصافه، ثم هو كذلك في أفعاله، فيسمى هذا المجد. ثم استعذ بالله، طبعا التشهد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج لوقفة أعظم وأكثر من ذلك، وهذا تجده إن شاء الله مفصلا في كتاب كيف أخشع في صلاتي الذي ذكرته لكم بعد في درس بعد المغرب، وأنا أريد أن أختصر حتى لا نطيل، وأعدكم إن شاء الله أن نعود للخشوع في الصلاة مرة أخرى، وربما تستغرق دروس الخشوع وحدها 40 درسا أو يزيد، لأننا نريد أن نفصل أفعال الصلاة فعلا فعلا، ربما في كل درس نأخذ فعلا واحدا من أفعال الصلاة ونتكلم كيف نحصل فيه الخشوع. وهذه الرسالة تقيدني، فلا أستطيع أن أفصل كثيرا حتى لا يطيل بنا الوقت، لأن الوقت محدود قبل رمضان. ثم لكل إنسان روح يتناول بها العبادات وطريقة يتناول بها العبادات، لكني أجدني مقيدا بما يذكره الشيخ في الرسالة، ولكن إن شاء الله تأتي معنا دروس مفصلة في الخشوع وعبادات القلوب بعد رمضان في ظلال تفسير سورة العصر ومنهج التغيير الذي بدأناه قبل رمضان. كما بدأ الناس تغيير النظام، فنحن نريد نحن أن نتغير وأن يتغير الشعب، وذلك من خلال آيات القرآن كما ذكرنا في منهج مقترح لتغيير الشعب وهو مسجل وموجود. يقول: ثم استعذ بالله من مجامع الشر كله، امتثالا لوصية حبيبك صلى الله عليه وسلم الذي كان يعلم أصحابه هذا الدعاء بعد الفراغ من التشهد. يقول: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح بالحاء وليس بالخاء، ومن شر المسيح الدجال. ثم يدعو لنفسه بما بدا له، يعني بما يريده بما يحب. إذا تشهد أحدكم، يعني بعد أن تنتهي من التشهد، بعد أن تنتهي من التشهد، تتعوذ بالله من هذه الأربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر. يقول: الشر كل الشر في عذاب الآخرة، وهو نوعان: عذاب القبر وعذاب الإيه؟ النار. وأما أسبابه المؤدية إليه فهي الفتنة، يعني الإنسان الذي سبب عذابه أن يفتن، والفتنة نوعان كبرى وصغرى. فالكبرى فتنة الدجال وفتنة الممات. ليه كبرى؟ لأن المفتون بهما لا سبيل له ليتدارك نفسه إذا سقط فيهما. وأما الفتنة الصغرى فهي فتنة المحيا، هي فتنة الحياة، فتنة الأهل، المال، الدنيا، وهي أهون من فتنة الممات وفتنة الدجال، لأن الإنسان قد يتدارك نفسه بتوبة. طب لماذا كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأربع مع أنه معصوم؟ ثم هو لن يدرك الدجال. تعليم، ولتلتزم الأمة هذه التعوذات فلا تنساها، لا تنسى ولا تمحى فتنة الدجال من الذاكرة ومن عقول المسلمين. ثم هي أيضا لنلزم الخوف والأدب مع الله سبحانه وتعالى، ولا نعجب بأعمالنا، لأنك عرضة للافتتان في أي وقت. الله الذي يحميك من الفتنة ويحمي ويحفظ لك دينك، كل بيمينك، ويحمي ويحفظ لك دينك ويصرف عنك الشر والإثم والفتنة. فإن عملت بطاعة الله وأخلصت لله عز وجل ثبتك على هذا الدين وعلى هذا الخير حتى تلقى الله عليه. يقول: وهذا الدعاء من العام بعد الخاص، لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات، وفتنة الدجال داخلة تحت فتنة المحيا، وهذا من أوكد أدعية الصلاة، حتى أوجب بعض السلف والخلف الإعادة على من لم يدعو به في التشهد الأخير.
يعني لو أن إنسانا ترك هذا الدعاء يعيد الصلاة مرة أخرى. مهم أوي. وهذا مذكور في صحيح مسلم في أثر لطاووس ابن كيسان رحمه الله، لما وجد ولده ولدا له لم يتعوذ بهذا الدعاء أمره أن يعيد الصلاة. الجمهور على استحباب هذا الدعاء، جمهور أهل العلم على استحباب هذا الدعاء، والراجح الوجوب. الجمهور على الاستحباب والراجح الوجوب، لأنه لا صارف له من الوجوب إلى الاستحباب، لأن النبي قال إذا تشهد أحدكم فليتعوذ، هذه صيغة أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لا صارف لهذا الوجوب إلى الاستحباب، والأمر ليس بالعسير، فالإنسان يحفظ هذا الدعاء ويداوم عليه. هتقول لي طب افرض نسيته، أقول لك لو نسيه عليه سجود سهو، لأن نسيان الواجب يجبر بالسهو، لكن لو تعمد أن يتركه على قول من يقول به واجب فعليه الإعادة. والدعاء الآخر أيضا دعاء آخر تدعو به، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. دعاء ثالث لم يذكره الشيخ، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. دعاء رابع، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، يعني من الإثم وأسبابه، والمغرم يعني غلبة الدين، لأن الإنسان إذا غارم أثم، فربما وقع في الكذب وغير ذلك كما تعلمون. أدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، والأمر متروك للإنسان يدعو بما بدا له ويسأل الله عز وجل ما يريد من خير الدنيا والآخرة، لكن بعد هذه الأربع، بعد التعوذ من هذه الأربع. وهذا من مواطن إجابة الدعاء التي نغفل عنها، بعد التشهد أكثر من الدعاء، لأنه من مواطن إجابة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الصحابة أظنه ابن مسعود صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ومجد الله وأثنى عليه، قال له سل تعطى. فالإنسان بعد الثناء على الله في التشهد في التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من هذه الأربع، ثم يسأل الله ما بدا له، وإن كنت في نافلة فأطل هذا الوقت وأكثر من الدعاء. جزاك الله خير، تكثر من الدعاء ومن السؤال، هذا موضع من مواضع إجابة الدعاء. يقول بعد ذلك وأذن للمصلي في ختام صلاته أن يتخير من المسألة ما يشاء، كأنه قيل له تخير من الدعاء ما تشاء فقد أديت الحق الذي عليك وبقي الحق الذي لك. حق يعني تفضلا وتكرما من الله سبحانه، يعني بعد أن تصلي سل تعطى. والدعاء في هذا المحل قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام، بل نقول هو السنة، ولا دليل على الدعاء بعد السلام، لا دليل على الدعاء بعد السلام الذي يفعله بعض الناس. تجد بعض الناس بعد أن ينتهي من الصلاة يسبح ثم يرفع يديه ويدعو، لا دليل على المداومة على هذا الدعاء. لأن دعا أحيانا لا مانع، لكن أن يظنه من السنة، السنة في هذا الموضع قبل السلام، أن يدعو ويسأل قبل السلام. يقول الدعاء في هذا المحل قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام وأنفع للداعي، لأن المصلي قبل سلامه في محل المناجاة والقربة بين يدي ربه، فسؤاله في هذه الحال أقرب إلى الإجابة من سؤاله بعد انصرافه من بين يديه. ثم يأتي إلى التسليم فيقول وانوي بالتسليم التحلل من الصلاة كما تتحلل بالحلق من الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني أشياء تحرم على الإنسان إذا دخل في الصلاة بالتكبير، فإذا سلم عادت هذه الأشياء إلى الحل والجواز، كالأكل والشرب ونحو ذلك والكلام. يقول واقصد به إذا كنت إماما الدعاء لمن وراءك بالسلامة التي هي أصل الخير وأساسه، عندما تقول السلام عليكم أول من تقصد من خلفك، فشرع لمن وراءك أن يتحلل بمثل ما تحللت به، وفي ذلك دعاء لك وللمصلين معك بالسلام. وهذه كلها يحرم منها الذي يصلي في بيته، ثم شرع ذلك لكل مصل وإن كان منفردا، فليس أحسن من هذا التحلل المتضمن الإحسان إلى إخوانك المؤمنين. وقصد عند التسليم السلام على الملائكة والحاضرين، وانوي به ختم الصلاة،
واستشعر. عشان كده الصحيح أن يقال الدعاء الذي يقال بعد الصلاة ولا يقال ختام الصلاة. بعض الناس يظن أن الأدعية التي تقال بعد الصلاة هذه ختام الصلاة، ختام الصلاة بالتسليم، والدعاء الذي بعد الصلاة لا يسمى ختام الصلاة. يقول: وانوي به ختم الصلاة، واستشعر شكر الله سبحانه على توفيقه لإتمام هذه الطاعة، وتوهم أنك مودع لصلاتك هذه، وأنك ربما لا تعيش لمثلها. ثم أذق قلبك الوجل والحياء من التقصير في الصلاة. يعني هذه الصلاة لا تليق بحق الله سبحانه وتعالى، فيها تقصير وفيها خلل، نحتاج أن نتوب منها، وخف أن ترد عليك، واخش من عدم القبول رغم أخذك بكل أسباب القبول. فربما كنت ممقوتا بذنب ظاهر أو باطن وأنت لا تعلم، فترد صلاتك في وجهك ويذهب تعبك أدراج الرياح. لكن نقول: من أخلص وصدق وأخذ وبذل الأسباب يظن له الخير إن شاء الله. واستشعر بقلبك الحزن لانصرافك من بين يدي الله إلى أشغال الدنيا والعلائق والشواغل التي استرحت منها ساعة وقوفك لربك، وقد ذاق قلبك ويلاتها قبل دخولك إلى الصلاة، حتى عاين لذة القرب ونعيم الإقبال على الله، واذكر معافاتك منها مدة الصلاة. يعني الإنسان عندما يصلي يقف بين يدي الله يعافى من الدنيا وأشغالها وعلائقها وآفاتها، ويتلذذ ويأنس بالقرب من الله سبحانه وتعالى. بعد أن تنتهي الصلاة يمتنع الإنسان من ذلك كله، أو يعني يعود مرة أخرى إلى الدنيا وما فيها. ولذلك الصلاة لذة للمؤمنين وقرة عين لهم، يعني لا تتصور الحياة بغير صلاة. تخيل لو أن إنسانا يعمل ولا يقطع العمل للصلاة، والله هذا شقاء وعذاب. من نعمة الله عز وجل علينا أن شرع لنا هذه الصلاة في هذه الأوقات. لا يمكن أبدا لإنسان صحيح القلب سليم القلب أن يظل هذه المدة بغير الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول: استشعر، ثم استشعر أنك راجع إليها بتسليمك، لذا احمل هم انقضاء الصلاة واحزن لفراقها، فإنك تنصرف من مناجاتي من كل سعادتك في مناجاته، يعني الذي كل سعادتك في مناجاته. تنصرف من ذلك إلى مناجاة من كل الأذى والهم والغم والنكد في مناجاته، يعني الناس ونحو ذلك. ولن يشعر بذلك إلا من كان قلبه حيا معمورا بالإيمان، عالما بما في مناجاة الخلق ومخالطتهم من الأذى والنكد وضيق الصدر وظلمة القلب وفوات الحسنات واكتساب السيئات وتشتيت الذهن عن مناجاة الله تعالى عز وجل. وأما الأموات فهيهات هيهات أن يفهموا هذه الكلمات أو يعرفوا طعم العذاب أو يعرفوا طعم العذب الفرات. ثم يختم بعد ذلك بثمرة الصلاة، ويوجز لك بعد ذلك الأسرار التي ذكرها. فأنت تحتاج إلى مطالعة الكتاب عموما أكثر من مرة، ثم التركيز على موجز الأسرار. يعني ماذا تستحضر في الوضوء؟ ماذا تستحضر عندما تمشي إلى المسجد؟ خصوصا الأحاديث التي أضفناها ونحن نتكلم عن هذا الجزء مما يتعلق بالصلاة. ماذا تستحضر في التكبير، في دعاء الاستفتاح، في الاستعاذة؟ يعني ذكر لك تلخيص الدرس أو تلخيص الكتاب في هاتين الصفحتين، ثم ختم الكتاب بذكر بعض سير المحبين. يقول: ومن سير المحبين اخترت لك عن ابن المنكدر قال: لو رأيت ابن الزبير يصلي كأنه غصن شجرة تصفقها الريح والمنجنيق يقع ها هنا وها هنا. لو رأيت ابن الزبير يصلي كأنه غصن شجرة تصفقها الريح، يعني لا يلتفت ولا يتأثر بما حوله، وإن كان ما حوله القذف والطعن والضرب. يقول: والمنجنيق يقع ها هنا وها هنا، يعني قطع الصخر الكبيرة، ومع ذلك لا يلتفت ابن الزبير رضي الله عنه. وعن مجاهد قال: كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع، وكان يسجد حتى تنزل العصافير على ظهره. وكان مسلم بن يسار في المسجد فانهدمت طائفة من المسجد، فقام الناس
ولم يشعر أن اسطوانة المسجد قد انهدمت، يعني لانشغاله بالصلاة لم يشعر بما يدور حوله. ووقع حريق في بيت علي بن الحسين رضي الله عنهما وهو ساجد، فجعلوا يقولون يا ابن رسول الله النار النار صلى الله عليه وسلم، فما رفع رأسه حتى أطفئت. هذا ليس تعمدا وليس تفريطا ونحو ذلك، إن صح يعني الأثر، فإنما يحمل على انشغاله بصلاته وعدم إحساسه بما حوله. ولكن يلزم بلا شك الإنسان لو كان سيكون هناك ضرر وحريق أن يخرج، ويجوز له أن يخرج من الصلاة لقتل حية أو عقرب أو غير ذلك، هذا من الأمور الجائزة. وكان مسلم ابن يسار يقول لأهله إذا دخل في صلاته تحدثوا فلست أسمع حديثكم، يعني أنه تكلموا وتتكلموش أنا كده كده إيه مش سامحة. ودي بتحصل في أحوالنا العادية، الإنسان عندما يكون منشغلا بأمر ما وإن جلس بين يدي من يتحدث لا يلتبه ولا يلتفت لإيه لحديثهم، فأحرى بمن كان بين يدي الله أن يكون كذلك. وهذا محمد بن إسماعيل البخاري خرج مع قوم إلى حائط مزرعة بستان يعني، فقام يصلي بالناس الظهر، فلما فرغ يعني من الفريضة قام يتطوع، فلما فرغ من تطوعه رفع ثوبه وقال لبعض من معه انظروا هل ترون تحت قميصي شيئا، يعني كأن شيئا قرصه ونحو ذلك، فإذا زنبور يعني دبور يعني قد أبره يعني قرصه في 16 أو 17 موضعا، وتورم ذلك من جسده، يعني دبور أرسه في 16 موضع أو 17 موضع وتورمت هذه الأماكن، مش ذبابة مش بعوضة مش ناموسة اللي هي بتضيع عليك صلاتك، ده دبور أرسه في كم مرة 16 و17. فقال بعض القوم كيف لم تخرج من الصلاة، وكان بيصلي فريضة ولا نافلة؟ نافلة. فقال كنت في سورة فأحببت أن أتمها. وأفضل من ذلك ما فعله عباد بن بشر رضي الله عنه لما كان يصلي وأتاه بعض المشركين فرماه بسهم فأصابه في صدره، فنزع السهم وأكمل الصلاة، رماه بسهم ثان فنزعه وأكمل الصلاة، رماه بسهم ثالث فنزعه وأكمل الصلاة، وماج صدره دما. فلما كلم في ذلك قال كنت أقرأ سورة فكرهت أن أقطعها. تعلقهم بالصلاة وحبهم للقراءة وللقرآن يشغلهم عن كل ألم. وقال محمد بن يعقوب ما رأينا أحسن صلاة من صلاة محمد بن نصر المروزي، ما رأينا أحسن صلاة من صلاة محمد بن نصر المروزي، كان الذباب يقع على بدنه يعني الزنبور يعني دبور ولا يذبه يعني لا يدفعه، ولقد كنا نتعجب من حسن صلاته وخشوعه وهيئته أو وهيبته للصلاة، كان يضع ذقنه على صدره فينتصب كأنه خشبة مسنودة أو منصوبة. وقال الربيع بن خثيم ما دخلت في صلاة قط فأهمني فيها إلا ما أقول وما يقال لي، إلا ما أقول أي من الذكر والقراءة، وما يقال لي حمدني عبدي مجدني عبدي أثنى علي عبدي كما ذكرنا قبل ذلك. وقيل لعامر بن عبد الله هل تحدث نفسك في الصلاة بشيء؟ قال نعم، بوقوفي بين يدي الله ومنصرفي إلى إحدى الدارين الجنة أو النار. قيل هل تجد شيئا مما نجد من أمور الدنيا؟ فقال لأن تختلف الأسنة يعني الرماح والسيوف في أحب إلي أو أحب إلي من ذلك، يعني لأن أقتل وتختلف في الأسنة أحب إلي من ذلك، يعني من أن أسهو في الصلاة وأنشغل في الصلاة بأمور الدنيا. هم يقولوا له أنت تذكر شيء في الصلاة؟ قال لهم آه وقوفي بين يدي الله. قالوا له لا 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 مش ده، يعني أمور الدنيا والبيت والأولاد وكذا. قال لهم لا، ده لو السيوف اختلفت فيا حموت، يعني أحب إلي من أنا إيه أسهو في الصلاة. وعن الحسن بن عمرو الفزاري قال حدثني مولى لعمر بن عتبة قال كنا نخرج إلى العدو فلا نتحارس لكثرة صلاته، يعني كأنه حارسا له، هو يصلي كثيرا فإذا أرادوا أن يناموا ناموا وهو في الإيه في الصلاة. ورأيته ليلة يصلي فسمعنا زئير الأسد فهربنا وهو قائم يصلي، يعني عندما سمعوا زئير الأسد كل اللي نايمين إيه استيقظ بقى أخذ بالك وهربوا، وهو اللي بيصلي إيه فضل واقف.
لم ينصرف، فقلنا له أما خفت الأسد؟ قال إني لأستحي من الله أن أخاف شيئا سواه. وهذا الخوف الطبيعي لا يؤخذ به الإنسان، يعني عشان لا أحد يأخذ هذا الأثر ويطبقه فيؤكل. الملك يجد الأسد فيقول أنا أطبق ما فعل هذا الرجل، فيقف أمام الأسد فيأكله الأسد فيفرط في نجاة نفسه. إن كان يقينك أمثال هؤلاء، ولكن يشرع للإنسان أن يدفع عن نفسه الإيه؟ الأذى بالهرب ونحو ذلك من الأسلحة حتى لا يضر نفسه، لكن هي إشارة إلى ما كان فيه هؤلاء من الخشوع. وهذا حدث أيضا لغيره، حدث لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه، وكان يسمى سفينة لكثرة ما يحمل، يعني يحمل أشياء كثيرة فسمي سفينة. فضل يوما الطريق وهو في الغزو فلم يستطع الوصول، فقابله أسد وهو في الطريق. ده بقى لوحده، هتجري مش هتجري، ده أسد لا مفر. فقال له لما رأى أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يخاطب الأسد يقول له أنا سفينة، مش عارفني أنا سفينة، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار الأسد بجواره، فإذا سمع صوتا أو هيعة ونحو ذلك يلتفت الأسد يمينا وشمالا ثم يكمل المسير، يعني صار بجواره، أي صوت يسمعه الأسد يروح يبص فيه كأنه حماية لإيه؟ لهذا الصحابي. حتى إذا أوصله إلى الجيش ولوى بذنبه وانصرف، يعني كأنه يسلم عليه كذا. وهذا هذه القصة صحيحة. وكذلك ما حدث لما كان في فتح كابل، في فتح كابل في أفغانستان، صلة بن أشيم رحمه الله، صلة بن أشيم، وكان قد خرج بعيدا عن الجيش، ذهب ليستريح، وهو ذهب ليصلي بين يدي الله عز وجل، فذهب خلفه بعض أصحابه يراقبه، يعني يريد أن يفعل، ماذا يفعل هذا الرجل في جوف الليل، إيه أخبار صلاته وأخبار، فظل يراقبه، فدخل غيضة، يعني مكان كثير الأشجار، أشجار كثيفة، وقام يصلي. يقول فجاء أسد هو يصلي فصعدت على شجرة، يعني وجاء الأسد وهو يصلي فراح صاحبنا هربان طلع على شجرة. فلما انتهى من الصلاة، من صرف من الصلاة، فلما انتهى من الصلاة قال أيها الأسد أطلب رزقك في غير هذا المكان، شوف لك مكان تاني. فانصرف الأسد وإن له زئير. فربما يحدث هذا لبعض الصالحين، بل بعض العلماء أدخل، أظنه أبو الحسن لا أذكر اسمه، يعني في أيام الدولة الأموية أمروا بحبسه مع أسد، وكان الأسد يدنو منه، فلما أخرج ولم يأكله الأسد قالوا له فيما كنت تفكر؟ قال كنت أفكر في سؤر أو في لعاب الأسد، نجس أم طاهر، يعني الأسد يمسه فهو مهموم، كيف سأصلي؟ لعاب هذا الأسد هل هو نجس أم طاهر؟ فعقول وقلوب، يعني الله المستعان. ثم يقول ليرين الله ما أصنع، ليكن هذا شعارك وأنت تودع آخر صفحة من صفحات الكتاب، وقل لنفسك وخاطبها بلسانك وقلبك سأخرج من هذا الكتاب، والصلاة عندي قلب يتأثر وروح تترقى ونفس تتقوى وعزم يتبدى، وسأبدأ من اللحظة، واعلم أن كل يوم يمضي عليك دون أن تضع الكتاب موضع التنفيذ يجعل فرصة العمل به أصعب والتلذذ بمعانيه أقرب إلى المستحيل، فبادر بادر، وإياك رأس مال الكسالى والعاجزين من التسويف والتمني، يعني لا تقل غدا سأفعل، غدا سأقرأ، غدا سأطبق، بل من الليلة اذهب الليلة وعد إلى بيتك فطالع الكتاب من أوله، لو استطعت أن تنتهي منه الليلة فهذا حسن، وإلا أكمله في الأيام القادمة وقبيل رمضان أفضل حتى تستشعر هذه المعاني في رمضان. يقول وأدرك عمرك أن يضيع، فكل يوم يمر من أيامك هو من رأس مالك يقربك من مآلك، والناس في قراءة أي كتاب أنواع، فمنهم البصير ومنهم الأعور ومنهم الأعمى ومنهم الأعمش، وهي أوصاف البصائر لا الأبصار والضمائر لا المظاهر، يعني معنى كلامه الأعور والأعمى والأعمش مش في العينين، ده في الإيه؟ في القلوب. تلاقي واحد يقرأ الكتاب لا يستفيد منه شيء، خد بالك، واحد تاني أعور يشوف حاجة وما يشوفش حاجة، يعني حسب استعداداتهم. والمحروم كل الحرمان من خرج من القراءة وقد عرف الطريق لكن لم يمشي فيه،
إما لأنه أغلق في وجهه الباب فما نالته رحمة الوهاب، نعوذ بالله من ذلك، وإما لأنه قرأ الكتاب في عجالة دون تدبر فخرجت المعاني من حيث دخلت دون أن يبقى في القلب منها شيء، فهل أنت منهم؟ أخي ألا تخشع حتى يخشع الكافر؟ لكنه للأسف الخشوع الذي لا قيمة له والذلة التي لا تنفع صاحبها، وذلك يوم القيامة حين يقف الكفار أمام الله خاشعة أبصارهم. لكن الأمل باق ما بقيت فيك الحياة، والأمر كما وصفه علي رضي الله عنه حين قال: بقية عمر المرء ما لها ثمن، يدرك فيها ما فات ويحيي ما أمات، يعني تستدرك ما فاتك من التقصير والتفريط. أقول: وتجربتي مع هذا الكتاب أنه كلما قرأ استقرت معانيه في القلب وأصيبت أهدافه ودنا جناه، فاقرأه مرة بعد مرة ليتم لك مرادك ويتضاعف حصادك ويتحقق مرادك كلما قرأت وأعدت. هذه الإعادة ستجعل المعاني أكثر استقرارا في القلب وأسهل استجلابا في الصلاة، ده اللي أنا قلته لكم، عشان تبقى المعاني حاضرة في قلبك أصلا، لأن أنت لما تقرأه مرة واحدة هتقف في الصلاة تقول ده هنا في حاجة في الخشوع بيقولوها دي بيعملوا إيه كده، وأنت أصلا نسيها فهتخشع إزاي. لكن الإنسان الذي يقرأ الكتاب مرة بعد مرة تكون المعاني مستقرة في قلبه وعقله فيستحضرها في الصلاة. واحتفظ بنسخة دائمة منه في مكتبتك لا تفرط بها أو فيها مهما حدث، لترجع إليها كلما دب إلى صلاتك الفتور وزار قلبك الوهن. والآن ضعوا يديكم في يدي لنجدد العهد مع الله من جديد على أن نصلي له كما يريد، وأن نلبي دعوة هذا الكتاب لإنقاذ صلاتكم، ولنحول حروف هذا الكتاب إلى شهود لنا يوم الحساب، ولتخرج كلماته من شرنقة الصفحات لتحلق في أجواء السماوات، ولتتحول العبارات من كتل هامدة بين السطور إلى قوة دافعة وطاقة وثابة تهوي بقلوبنا إلى محراب الصلاة، لنرتوي ونرتقي ومع الأحبة في بيوت الله نلتقي، وعندها فحسب ندرك ونصيب هدف الصلاة بحق ونحقق مقصودها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخشوع في الصلاة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا وللشيخ، وأن يجمعنا وإياه وأحبابنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لا تنسى أنك بعد الصلاة هناك الأذكار التي تقال بعد الصلاة، وكثير من الناس يتهاون بها ويهملها ويفرط فيها. آية الكرسي فقط بألفي حسنة، آية الكرسي فقط بألفين حسنة. ليه؟ لأنها 200 حرف، والحرف بكام؟ بعشرة، يبقى بكام؟ بألفين، في خمس صلوات يبقى 10,000 حسنة. سبحان الله بألف حسنة، في خمس صلوات 5,000. السنة البعدية، السنة القبلية ونحو ذلك، يعني كل هذه حسنات وثواب ربما يضيع على كثير من الناس. كذلك التسبيحات هذه من الخصال التي يدخل الإنسان بسببها الجنة، خصلة أو خلة لا يحافظ عليهما عبد إلا دخل الجنة، منها التسبيح بعد الصلاة، وهذا إن شاء الله سيكون له مزيد شرح وتفصيل في دروس الخشوع التي قسمتها: وسائل تعينك على الخشوع قبل الصلاة، ووسائل تعينك على الخشوع في الصلاة، ووسائل تعينك على الاحتفاظ بالخشوع بعد الصلاة. دروس ربما إن شاء الله تكون بعد رمضان بإذن الله تعالى. إن شاء الله غدا الكتاب الثالث من كتب إصلاح العبادات، يعني تكلمنا عن تدبر القرآن، تكلمنا عن الخشوع في الصلاة، غدا نتكلم عن إصلاح الصيام بإذن الله غدا بعد المغرب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.